السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا السقاوي في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفو فيديو على الجيلاتين 22، اللي هي هاتي. الجيلاتين 22 هي خاصة بلونك بي في سي أو السيليكون أو السيليفليكس. هي كتمتاز بثبات قوي أمام هاد لي زونك هادو، حيت يكون فيهم دوريو ولا يكون فيهم السيكلو، ومعروفين على هاد المواد هادو كيأثرو بشكل كبير على الجيلاتين. والفان دو كتصبر لهاد المواد، عكس الفان سانك. إلا خدمتي بالفان سانك غادي الكادر غادي تفتح معاك. وبعض المرات كنلاحظ ناس دراري كيعملو لا سيريغرافي كيزيدو هاد الفيكسابل، هذا كيزيدو هاد الفيكسابل على لي كادر ديال اللي مصاوبين بجيلاتين 22. ومن بعد ملي كيبغي يوصل الكادر كتلقاو مشكل كبير. بالنسبه لي انا حيت خدمت بيها من مره ما جوج، انا ما كنعملش الفيكسابلا كنعملو الا ما كانش عندي الدراسه 22 وعندي 25 وخاصني نخدم بالبي في سي. كنعمل ديك الساعه هذا وكنضحي، فهمتيني، كنخدم بهذا وكنخدم عادي مرتاح. اما فاش كتكون عندي 22 الدراسة 22 ما كنخدمش الفيكس ابل، علاش؟ حيت هذه خاصه بهذا النوع الاحبار هذا. هذا هو الفرق اللي كاين بينها وبينها وبين 25، اللي هي ما كتصبرش لهذه الانواع الاحبار. كتصبر، كتخدم غير البلاستيزور او صباغات الماء، عكس الدراسة عاوتاني 22 كتخدم كتصبر صباغات الماء، كتصبر البي في سي، كتصبر البلاستيزون. الديفو الواحد اللي في 22 هو فاش كتغسل الكادر وخا كتغسلو مزيان كيصبغ ليك لاصو، لاصو كتصبغ باللون ديالو. هذا هو المشكل اللي كنلقاوه، اللي كنلقاوه معاه. العكس 25 ما كتصبغش ليك الكادر. والمهم هذا هو الفيديو اللي تكلمنا عليه اللي شفنا اليوم، وماشي طويل. كان معلومة بسيطة اللي عندي تفيدني وتفيدكم وتفيد الناس اللي باغي يبداو في هاد الدومين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ننسى راني شريت ميكرو.